أبدا. هذا الأسبوع يعني الرواية تقف على قمة يعني خلينا نقول المبيعات، خاصة يعني مثل أحمد السعداوي باعتبار كاتب مشهور، إضافة إلى أنه عنده جوائز، وعلي بدر هذول كتاب عراقيين، وإضافة إلى كتب الشعر والأدب، الحلاج مثلا أخبار الحلاج أو دواوين الحلاج أو السياب، فكتب الشعر والرواية هذا الأسبوع. إضافة إلى بعض الأحيان إلى اللغة، أنا كم واحد سألوني عن اللغة، بس نوات ما متوفرة العناوين، بس هي مطلوبة، قد يكون ما متوفرة، يعني لو متوفرة كان هم موجودة وتباع اللغة. حقيقة دائما ما نلتقي بمثقفين وشعراء وأدباء من المحافظات الأخرى ومبدعين أيضا، يعني يقول يحب يبين إبداعه، يبين دائما يجي هنا يعرض دائما فنانين سواء أو أدباء من المحافظات خاصة الجنوبية، دائما ما يلتقوا بشارع الفراهيدي، فأكيد أصبح يعني فد محطة للإبداع والتميز. ديوان الشيخ مصر الكعبي ديوان جميل ورائع، وليس بالأول يعني دائما أعتقد هذا الثاني أو ثالث ديوان ينزل الشيخ مصر الكعبي وبهذا الشارع خصوصا. Thank you.